اختتم مهرجان التسوق الشهري صنع في سوريا الذي تنظمه غرفة صناعة دمشق وريفها فعاليته في الصالة الرياضية بمحافظة طرطوس بمشاركة 110 شركات من كبرى الشركات الصناعية الوطنية. وشكل المهرجان الذي استمر على مدى أسبوع كامل فرصة جيدة أمام المواطنين لشراء حاجياتهم المختلفة والإقبال على الشراء والحصول على منتج بجودة عالية وبأسعار منافسة، وشهد إقبالا كبيرا من المواطنين الذين قدموا من كافة مناطق المحافظة للاستفادة من العروض والحسومات التي تقدمها الشركات الوطنية المشاركة في ظل الارتفاع الكبير بأسعار المواد في السوق المحلية. اليوم الختام لمهرجان صنع في سوريا شهد إقبال كبير من الزاد الزوار، وذلك يعني من العروض اللي عم يقدموها الشركات الصناعية معنا ليستفيدوا من الحسومات من ناحية، وكان في عنا سحب اليوم على الميدالية الذهبية، كما أن ربحتها أختنا من محافظة طرطوس المدام عفاف عيسى، وزعنا ميدالتين ذهبيات، وزعنا قسائم أسر شهداء كانوا عم يصرفون كمان من المهرجان. المهرجان صار له يعني سمعة طيبة خلال 2015 و2016، وهي 2017 الزوار تعودوا على المنتجات السورية. الإقبال كان كتير ممتاز، وعلى الأخص بآخر 4 أيام كان في كتير ناس إجت على المهرجان وتسوقت منه. من خلال ثقة الناس بهذا المهرجان اللي جربوه أكثر من مرة، عم يلاقوا في عروض كتير موجودة من الشركات بأسعار كتير منافسة. الحمد لله، لحنا من أول يوم الشغل عنا كان ممتاز، من أول يوم لآخر يوم الحمد لله، والإقبال كل ما له كان عم يتزايد، والزوار الحمد لله شوفت عينك يعني حبوا البضاعة وحبوا الأسعار، وإن شاء الله نضل مستمرين معهم دائما بهيك أسعار وبهيك بضاعة. والله هي الحمد لله كانت أسعار مناسبة والحسومات كانت كتير قوية، وشوفت عينك يعني العالم اللي احنا بقينا نص ساعة تماما لحتى نسكر، وما شاء الله العالم لسه بازدياد يعني كتير حلو، وأسعار مقبولة ماشي الحال. حلو، في شيء أسعاره يعني مهودي عن السوق، بس في شيء غالي يعني مثل السوق تماما يعني بشكل عام، بس لا حلو يعني، وفي بضاعة مشكلة، وفي يعني بشكل عام مقبول، بس لازم لسه شوي عشان يراعوا الطبقات الاقل شوي. شيء حلو كثير، واسعار مناسبه كويسه. تمام، كل شيء تمام، هون الاسعار مناسبه منيحه كثير حلوه كمان، والله غير شكل بجنن، من كل شيء هون حلو، الاسعار كثير رخيصه كمان. لا كويس حلو، مهرجان والله غير شكل، ان شاء الله كل عام وانت بخير، وغير شكل الفكره كثير كويسه حقيقه رائعه، ولقينا اكيد في فرق بالاسعار وبهالظروف نحن اللي عم نمر فيها يعني، والحمد لله الأمور يعني كويسة ومبسوطين احنا إن شاء الله. دائما هالمهرجانات منشوفها دائما في طرطوس باستمرار إن شاء الله. والله غير شكل حلو كتير، وإن شاء الله هيك بيضل، وأكيد دليل الأمان يعني هلا اللي موجودة عندنا هون شوي يعني، إن شاء الله بيكون عطول هيك ويضل الخير مستمر عطول. الأسعار أقل من السوق بحوالي 30-35%، هذا بيشجعنا نحن كمواطنين نجي بشكل دائم نشتري وندعم الصناعة الوطنية صنع في سوريا. مهرجان التسوق الشهري صنع في سوريا تأكيد من الصناعيين السوريين المشاركين على استمرار دوران عجلة الإنتاج الوطني في ظل الحصار الاقتصادي الذي تتعرض له البلاد.